لما جاءت نوبة الحكم إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أمير المؤمنين ما قبض فدك قبضا شخصيا. لاحظوا ناصر، هذا اللي دائما أهل الخلاف الجهلة يسألون أو يشكلون هذا الإشكال، أنه إذا كانت حقا للزهراء ليش علي ما رجع فدك لأبناء الزهراء؟ فدك لما يكون علي هو الحاكم فيفدك تحت يده، تحصيل حاصل، ما يحتاج أنه ينفق منها شيئا على نفسه أو على أهل بيته. فكان المطلوب من فدك حسب الذي كانت تفعله الزهراء عليه الصلاة والسلام، كان يفعله أمير المؤمنين عليه السلام، يأخذ غلتها ويفرقها في المسلمين خلص. فلما قيل له يا علي لما لا ترجع فدك، يعني تخليها خاصة بنفسك بأهل بيتك، تأخذون تستحوذون على مالها، قال ما أصنع بفدك وغير فدك، إحنا ما نطلب الدنيا، ليس همنا الدنيا أبدا، وإنا أهل البيت ما نسترجع شيئا أخذ منا ظلما، لا أبدا، هذا ننكله إلى الله عز وجل خلص. ولكنه نتيجة أرجع فدك برجوع الخلافة إلى علي، الحكم إلى علي صلوات الله، أي أنه صرف مصارف فدك في أوجهها على حسب ما كان الله ورسوله والزهراء صلوات الله عليهما وآلهما يريدون. مسألة واضحة. أما أئمتنا عليهم الصلاة والسلام فكانوا كذلك، المهم عندهم الآخرون قبل أنفسهم. ولهذا تجد في الحديث الذي يرويه الصدوق في علل الشرائع عن الحسن بن فضال عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته، يعني الحسن بن فضال يسأل الإمام الكاظم، يقول سألته عن أمير المؤمنين عليه السلام لما لم يسترجع فدك لما ولي الناس، يعني يأخذ يسترجع كملك شخصي ليش؟ فقال عليه السلام لأن أهل بيت ولينا الله عز وجل لا يأخذ لنا حقوقنا ممن يظلمنا إلا هو، ونحن أولياء المؤمنين، إنما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن يظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا. نعم، هذه صفة أهل البيت صلوات الله عليه، يأخذون بحقوقنا ممن يظلمنا، أما لأنفسهم لا. يعني شنو؟ يعني يهتمون بالآخرين قبل ما يهتمون بأنفسهم. الآخرين الذين يفترض أن يكونوا ماذا؟ على الأقل يبدون وفاء لهم، على الأقل. سبحان الله، مع كل هذه التضحيات التي بذلتها الزهراء لأجلنا، لأجل هذه الأمة، بماذا قابلت الأمة هذه السنة؟